السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلبة الأعزاء في قسم التحليلات المرضية. أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن المحاضرة الأولى اللي هي مقدمة عن علم الهندسة الوراثية. المحاضرة هذه موجهة إلى طلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية كلية العلوم جامعة الكوفة. بشكل عام احنا في موضوع الهندسة الوراثية نتكلم في هذا الكورس عن مسألة كلونة الجينات، بمعنى انه الهندسة الوراثية للجينات بتقنيات كلونة الجينات. وعادة حتى نفهم هذا الموضوع لابد انه نفهم معنى كلونة الجينات، ثم بعد ذلك نتطرق شيئا فشيئا الى شرح هذه العملية، بمعنى انه احنا في المحاضرات القادمه كلها راح نتكلم عن هذا الفقر في جميع المحاضرات. ففي البدايه نشرح في شيء بسيط جدا لفهم ماذا تعني كلونه الجينات. حضراتكم اكيد سامعين عن مساله انتاج الانسولين باستخدام تقنيات الهندسه الوراثيه. سابقا في العصور الماضيه كان الاشخاص الذين يعانون من مشاكل في الانسولين ولديهم امراض السكري المعتمد على الانسولين يحصلون على الانسولين من الحيوانات، يعني ياخذون الانسولين يستخرجوه عاده من الحيوانات بتقنيات معقده وصعبه ومكلفه جدا، ولذلك كان مقتصر فقط على الملوك في تلك الحقبه. ثم بعد ذلك باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية وتقنيات الأحياء الجزيئي استطاعوا العلماء أنه ينتجون الإنسولين باستخدام البكتيريا. باستخدام البكتيريا بشكل بسيط جدا استطاعوا العلماء أنه ينتجون كميات كبيرة من هذا الهرمون وإعطائه للمرضى. كلكم سامعين ببكتيريا الإيكولاي، بكتيريا الإيكولاي اللي هي البكتيريا المعوية. هذه بكتيريا الإيكولاي هي التي تستخدم في مسألة الهندسة الوراثية، بحيث يجعلون هذه البكتيريا هي اللي تنتج لنا الإنسولين أو هرمونات أخرى أو علاجات أخرى. يعني على سبيل المثال أشخاص عندهم مشاكل بالجروث هرمون، أشخاص عندهم مشاكل ببعض الهرمونات الجنسية، أشخاص لديهم مشاكل في هرمونات أخرى. من أين يأتون بهذا الهرمون؟ لما نأخذه إحنا بشكل علاج من أين يأتون به؟ شكرا للهندسة الوراثية انه وفرت لنا حل لتجاوز هذه المشكلة. طيب كيف تتم هذه العملية؟ كيف نستطيع هندسة الجينات ومن ثم انتاج البروتينات وبالتالي استخدامها في العلاج؟ احنا بهذه المحاضرات راح نحاول نتطرق الى مسألة كلونة الجينات اللي هو الجين كلونينج. حتى نفهم الجين كلونينج شنو هو لازم انه ناتي لنشرح مقدمه بسيطه عن هذا العلم. بشكل عام الجين كلونينج هو كالتالي، يتم هو كالتالي. عندنا كلكم سامعين بشيء اسمه بلازميد. مثل ما تعرفون انه في الخليه البكتيريه هناك ماده وراثيه تكون عاده بشكل حلقي اللي هو البلازميد، وعاده هذه تحوي على جين مقاومه مضاد حيوي. يعني على سبيل المثال تلقى مثلا بعض أحيان بكتيريا معينة سواء كانت إيكولاي سواء كانت كليبسيلا سواء كانت ستافيلوكوكس أريوس، أي نوع من أنواع البكتيريا بأجناسها المختلفة تكون عادة مقاومة للمضادات الحيوية. يقول لك أنه هذه البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي. زين، شنو معنى مقاوم؟ معنى أنه تحوي على بلازميد، وهذا البلازميد اللي هو يكون حاوي على جين المقاومة الحيوية. زين، بالبكتيريا عادة عندنا نوعين من الحمض النووي. حمض نووي مرة يكون يسموه الجينوميك دي ان اي اللي هو الكروموسومال دي ان اي، وعندنا بعض الأحيان بداخل البكتيريا اكو بلازميدات، وهذا البلازميد ايضا حمض نووي اللي هو دي ان اي ايضا، ويكون بشكل حلقي ويكون عادة حاوي على جينات الضراوة اللي هي قد تكون مرة انتي بايوتيك ريزيستنس، بعض الأحيان انزيمات معينة زي مثل على سبيل المثال الانزيمات الحالة للدم، الانزيمات الحالة للبروتينات، انزيمات حالة للدهون معينة. طيب العلماء استخدموا هذه الخاصية، اللي سووه هو كالتالي: يجيبون عادة البلازميد يستخلصوه من البكتيريا، ثم بعد ذلك يجيبون الجين اللي يريدون يلصقوه به. يعني على سبيل المثال عندنا نريد ننتج
بروتين الانسولين اللي هو هرمون، كل هرمون هو عباره عن بروتين، فياتون بالجين اللي مسؤول عن انتاج البروتين. مثل ما تعرفون انه الجين هو كل جين هو عباره عن قطعه دي ان اي، وهذا الدي ان اي يتحول عن طريق الاستنساخ الترانسكريبشن الى قطعه ار ان اي، ثم بعد ذلك يتحول من قطعة الـ RNA إلى بروتين. فبالتالي إذا أنت تريد تنتج بروتين لازم عندك قطعة DNA. فشي يسوون؟ يجيبون عادة عندنا الفيكتور، يستخلصوه من البكتيريا اللي هو البلازميد، أيضا نسميه فيكتور، وبعد ذلك يجيبون قطعة الجين اللي هي الجين اللي أنت تريد تنتج من عنده البروتين اللي يعجبك، على سبيل المثال Growth Hormone، على سبيل المثال Insulin إلى آخره. وبعد ذلك بتقنيات الهندسة الوراثية عن طريق قص ولصق زين يلصقون قطعة الجين بالبلازميد، فتنتج عدي جزيئة يسموها recombinant DNA molecules، معنى انه recombinant DNA molecules. ثم بعد ذلك يأخذون هذا البلازميد بعملية يسموها transformation، يدخلون البلازميد الى داخل البكتيريا، ثم بعد ذلك يسمحون للبكتيريا انه تنمو. ولما تنمو طبعا قطعة البلازميد الوحدة، احنا نعرف انه بالخلية يكون عادة كروموسوم واحد، بس البلازميد يكون موجود بنسخ كثيرة، وهذا إلى بفائدة. ليش؟ لانه قطعة الجين اللي خذتها دخلتها بالبلازميد، لما دخلتها بالبكتيريا البلازميد راح يتضاعف، لما راح يتضاعف راح تزداد هاي القطعة بداخل البلازميد، يعني البلازميد كله راح يتضاعف، راح تتضاعف هذه القطعة. بالتالي لما تضاعف هذه القطعة وتضاعف قطعة البلازميد أيضا، ويصير عندي هواية كوبي نمبر، يعني عدد كبير من الكوبي نمبر مالت البلازميد اللي هو recombinant DNA molecules، هذا معناه أنه إنتاج كمية كبيرة من البروتين اللي مراد إنتاجه. طيب بعد ذلك عادة عندنا باستخدام تقنيات معينة يتم استخلاص البروتين من داخل، بعد ما يستخلصون من عندها البروتين اللي يريدون. إذا هي هذه العملية كلها، العملية كلها يتم عن طريق البلازميد، يأخذون البلازميد يمزجون ويا أو يدمجون ويا عفوا قطعة الجين، ثم بعد ذلك يدخلوها للبكتيريا، ثم بعد ذلك يسمحون للبكتيريا أنه يعني يزداد عدد البلازميد، لأنه تضاعف أوريدي راح يتضاعف قطعة البلازميد بداخل الخلية البكتيرية. ومن ثم أن الخلية البكتيرية لما تنمو راح تنقسم، ولما تنقسم كل خلية اللي تنقسم راح تحوي أيضا على بلازميدات، وبالتالي أنت كل ما تكثر الخلايا المزرعة البكتيرية مالتك كل ما تكثر قطع الجين، وتعرفون أنت كل قطعة جين راح تنتج بروتين، وبالتالي راح تنتج كميات كبيرة جدا. يعني ربما من لتر واحد ننتج مثلا فد 10 أبر إنسولين على سبيل المثال، في حين لو ردنا نستخلص الإنسولين من الحيوانات نحتاج كذا أرنب على سبيل المثال، أو كذا حيوان معين حتى نستخلص من عدة جزيئات الإنسولين ونستفاد من عدها. طيب خلينا نجي الآن نشوف إيش مكتوب هنا. عفواً. What exactly is gene cloning؟ يعني شنو معنى الجين كلونينج بشكل بالضبط؟ What exactly is gene cloning؟ The easiest way to answer this question، يعني معناها إنه الأفضل طريقة حتى نجاوب هذا السؤال، is to follow through the step in gene cloning experiment، هو إنه نتبع خطوات تجربة الجين كلونينج اللي هو هذا الرسم مالتنا. A fragment of DNA، بمعنى إنه قطعة من الـ DNA اللي هي الجين، containing the gene اللي هي يعني الجين اللي تحوي على قطعة من الـ DNA اللي تحوي على الجين. To be cloned اللي يراد كلونتها is inserted، يتم حشرها in a circular DNA molecules called vector، في جزيئة DNA حلقية نسميها الفيكتور اللي هو نفسه بلازميد. To produce حتى تنتج لنا recombinant DNA molecules، زين اللي هي جزيئة DNA اللي عادة مهندسة وراثية. The vector transport the gene into host cells، بعد ذلك الفيكتور اللي يحوي على الجين راح يتم نقله علما الى داخل الخلية المضيف، واللي عادة which is usually a bacterium، اللي عادة ما تكون خلية بكتيرية. Although other type of living cells can be used، طبعا بالهندسة الوراثية مو فقط البكتيريا تستخدم ايضا انواع اخرى زين اللي هي يسموها الزراعة النسيجية والى اخره زين. وحقيقة اللي مطلوب من عندكم هو في هذه المحاضرات هو البكتيريا، ولكن حبيت انه اوضح لكم انه اكو انواع اخرى غير البكتيريا تستخدم.
على سبيل المثال يسوون مثلا بالدروسوفيلا بالذباب مثلا، او يسوون مثلا في مزارع نسيجيه بالماميليان سيلز، ياخذون خلايا ماميليان سيلز وينموها باوساط زرعيه مثل الاوساط الزرعيه مثل البكتيريا، وكانه مثل البكتيريا ولكن تختلف طبعا، لها متطلبات مختلفه. طيب within the host cell داخل الخليه المضيف the vector multiplies، الفيكتور راح يتضاعف، البلازميد راح يتم مضاعفته. producing numerous identical copies راح ينتج لنا قطع متماثلة عديدة. Not only of itself but also of the gene that it's carrier that it carriers. يعني مو فقط البلازميد هو راح يتضاعف، لا راح يتضاعف ويا قطعة الجين باعتبار انه انحشر وياه، فلما راح يتضاعف راح يتضاعف كل القطعة. When the host cell divides لما تتضاعف خلية البكتيريا زين، copies of the recombinant DNA molecules are passed to the progeny and further vector replication take place. معنى انه لما تتضاعف ما راح ينقسم عدد البلازميد، لا راح يتضاعف البلازميد بكل وحده، والخليه الام راح تنقل البلازميد الى البروجيني، معنى الخليه الناشئه الناتجه زين، بعد ما يصير عمليه تضاعف replication الى بعد ما تحدث عمليه التضاعف داخل الخليه البكتيريا. After that بعد ذلك large number of cell division لما راح تتضاعف الخلايا وراح تصير عندي مستعمرات كثيره زين، هذه المستعمره طبعا شو نسميها؟ نسميها كلون، كلون زين لانه حاوي على الفيكتور فنسميها كلون، وبالتالي راح تنتج لي مجموعه خلايا متماثله identical host cells، وكل خليه each cells in the clone contain one or more copies of the recombinant DNA molecules، كل خليه راح تحوي على قطعه بلازميد واحده او قطع كثيرة حسب نوع طبعا البلازميد. The gene carried by the recombinant molecules is now said to be cloned. الجين عادة هذا اللي هنا انحشر نسميه cloned، والخلية نسميها clone. هذه بالاي دي، هذه فقط بالاي. طيب ننتقل الى خصائص البلازميد. Vectors for gene cloning معنى انه البلازميدات اللي نستخدمها او الفيكتورات اللي الفيكتورز معناها الناقل. فهنا النواقل اللي نستخدمها اللي هي البلازميد المن لعملية الكلونة عادة ما تكون يا أما بلازميد يا أما بكتيريوفيج. البكتيريوفيج هو عبارة عن فيروس يصيب الخلية البكتيرية. طبعا ما راح نتكلم عن البكتيريوفيج، راح تكون كل محاضراتنا عن من عن البلازميد. طيب شنو هذا البلازميد وشنو خصائصه؟ البلازميد هو عبارة عن DNA molecules need to display several features to be able to act as a vector for gene cloning. معنى انه قطعة البلازميد هذه زين تحتاج انه تكون حاوية على خصائص متعددة حتى تكون قادرة على انه نستخدمها كبلازميد او كناقل بعملية الكلونة الجين. Most importantly بشكل مهم جدا it must be able to replicate within the host cells. لازم البلازميد، لازم هذا البلازميد الى القدرة لما يدخل لما ندخله داخل الخلية البكتيرية يتضاعف. إذا ما ضعف زين ما راح تتم عملية الكلونة. فبالتالي لابد انه يكون قادر على من على able to replicate within the host cells، لازم انه يكون قادر على التضاعف، مجرد انه ادخل قطعة البلازميد داخل الخلية البكتيرية لازم هذه القطعة تتضاعف. طبعا شلون تتضاعف؟ اكيد مثل ما الدي ان اي يتضاعف داخل الخلية قطعة البلازميد ايضا تتضاعف. So that numerous copies of the recombinant DNA molecules can be produced and passed through the daughter cells. مثل ما ذكرنا انه حتى بالنتيجه النهائيه نسخ كثيره من هذا البلازميد اللي هو سميناها recombinant DNA molecules اللي يكون حاوي على الجين تنتج وتنقل المن الى خلايا الناتجه، الخلايا الدوترز اللي هي الخلايا اللي نتجت من الانقسام. طيب دكتور شنو المشكله اذا كان البلازميد غير قابل على التكاثر؟ خلي انا ادخل قطعه بلازميد واحده وبها الجين، وهذا الجين هو ينتج لي البروتين اللي يعني اللي ينتج من قطعة الجين اللي أنا حشرتها. المشكلة إنه إذا ما انقسمت كمية البروتين اللي تنتج من الخلايا تكون قليلة جدا، ولذلك أنا عادة بالمزارع البكتيرية لازم أنمي كمية كبيرة من البكتيريا. فإذا كان عندي كمية كبيرة من البكتيريا وداخل كل بكتيريا كمية كبيرة من البلازميدات راح أتوقع كمية كبيرة من البروتينات تنتج، وبالتالي راح أحقق الهدف من الهندسة الوراثية اللي هو إنتاج البروتين داخل خلية البكتيريا.
إذن هذا الصفة الأولى، إنه الصفة الأولى الأساسية اللي حتى استخدم البلازميد بالكلونة، إنه يكون قادر على التضاعف بشكل ذاتي. هذه الصفة الأولى. بعد الصفة الثانية، إنه لازم يكون حجمه صغير، لازم يكون حجمه صغير للبلازميد. يعني شو الحجم؟ Atomic vector also need to be relatively small, ideally less than 10 kb in size. يقول إنه هذا قطعة البلازميد اللي إحنا نستخدمها لابد إنه تكون صغيرة. عادة بشكل نموذجي زين اللي إحنا يعني ideally بشكل مناسب نستخدمه يكون حجمها القطعة 10,000 قاعدة نيتروجينية بالحجم. يعني شنو 10,000 قاعدة نيتروجين؟ تعرفون إنه الـ DNA مكون من قواعد نيتروجينية اللي هي الأدينين، ثايمين، جوانين، سيتوسين. فبالتالي من أجل قطعة الـ DNA، ألقى قطعة الـ DNA مكون من randomly زين يعني هذين الأربع قواعد متكررة بشكل حسب الجين وحسب وظيفته. فلا بد إنه يكون حجمه 10,000 قاعدة نيتروجينية. إذا زاد عن 10,000 قاعدة نيتروجينية راح تصير عندي مشاكل. قل عن 10,000 ماكو مشكلة. طيب دكتور يعني ايش قد مثلا يزود؟ يعني مثلا 10,000 12,000 اوكي ما عندي مشكلة، 13,000 ماكو مشكلة، 15,000 هم ما عندي مشكلة. بس اذا زاد مثلا فوق ال 20,000 راح تصير عندي مشاكل. كل ما يكون صغير كل ما بعد اقل من 10,000 بعد افضل. زين شنو المشاكل اللي تنتج؟ ليش اكو مشكلة؟ ليش الفيكتور يكون صغير افضل؟ لانه احنا لما حتى نتعامل بالفيكتور لازم نستخلصه من الخلية البكتيرية، ولازم نتعامل وين؟ بالتيست تيوب، نعامله بانزيمات ونقصه ونلصقه زين ونستخدمه يا انزيمات. اذا كان حجمه كبير يصير به تكسر اثناء التجارب اللي نقوم بها خارج الخلية، يصير به عملية تكسر للبلازميد، وبالتالي راح يكون اكو مشاكل. خلينا نشوف ايش مكتوب. يقول اتومك فيكتور also need to be relatively small، يعني ينبغي انه ideally عادة يكون less than 10 kilopascal in size. kilopascal يعني ألف، فلذلك نقول 10 kb معناها 10,000 باسبير قاعدة نيتروجين. وين؟ بالحجم in size. As large molecules عادة لأنه الجزيئات الكبيرة tend to break down during purification، تميل إلى أنه تتكسر أثناء عملية البيوريفيكيشن. زين شنو البيوريفيكيشن؟ شوف الطلاب، احنا حتى عندنا هذا البلازميد، منين يجي هذا البلازميد؟ خب ما موجود هو مثلا بالبيئه، لازم هو موجود بداخل الخليه البكتيريه. فانا حتى اتعامل وياه لازم بالبدايه اطلعه من غير خلايا بكتيريه، وبعدين اتعامل وياه بالتيست تيوب، وبعدين ادخله بداخل الخليه البكتيريه. اذا بالبدايه انا لازم عازله من بكتيريا، مطلعه اصلا انا من بكتيريا قبل ما اتلاعب به. زين، فلما اطلع من البكتيريا هاي عمليه اخراجه من البكتيريا نسميها تنقيه، purification. زين، تنقيه او isolation يعني عزل. فاذا كان حجمه كبير اثناء عمليه يعني فتحه ودمجه وبعدين دخله، وقبل ما ادخله البلازميد الى داخل الخليه البكتيريه انا مخرجه ومنقيه من الخليه البكتيريه، اثناء هذه العمليات هذه الجزيئه تبدا تتكسر، واذا تكسرت ودخلت راح تصير مشاكل. ليش؟ يعني راح يصير بها طفرات وراثيه. طبعا كثير من الكلام اللي انا قاعد اشرحه هو توضيحي، انت مطالب بالمحاضره اللي موجوده امامك، بس حتى تفهم المحاضره وكلماتها ومفرداتها لابد انه تتابع وياي المحاضره. زين، يقول as large molecules tend to be break down during purification and are also more difficult to manipulate، يعني انه ايضا جدا صعبه باثناء عمليه التداول التلاعب لما انا اطلعها وانقي وافتح، هذا كله نسميه عمليه المانيبيوليشن، عمليه التداول الدي ان اي. تو كاينز اوف دي ان اي مولكيول، عندي نوعين من الدي ان اي من جزيئات الدي ان اي ذات ساتسفاي ذيس كرايتيريا، اللي عاده توفر لي هاي الصفتين الاساسيتين، تضاعف داخل المضيف ويكون حجمها جيد. يا هو لا عفوا، الأول هو البلازميدات والثاني هو البكتيريوفيج كروموسومز. زين، طيب احنا راح نتكلم فقط عن البلازميد، البكتيريوفيج ما راح نتكلم عنه. خلينا نشوف شنو هو البلازميد. طبعا عندنا بالبلازميدات اكو خاصيتين، واحد يسموه نون انتجريتد بلازميد، وواحد يسموه بكتيريال كروموسوم يسموه انتجريتد بلازميد. بس شنو هذا الاثنين؟ هسه راح نجي نشرح. يقول عادة البلازميدات، بلازميدز ار سيركولار مولكيولز اوف دي ان اي، هو عبارة عن جزيئة
يعني دائرية من الدي ان اي ذات ليد ان اندبندنت اكزيستنس ان ذا بكتيريال سيلز، عادة يكون تواجدها بالخلية البكتيرية مستقل عن من؟ عن الكروموسوم الخلية، مستقلة موجودة وحدها على كده. يعني اكو بكتيريال كروموسوم اللي هو الجينوم دي ان اي مال البكتيريا، واكو بلازميدات صغار، واللي قلنا انه هذه البلازميدات بالطبيعه وظيفتها انه تطلع عاده المقاومه المن مقاومه للمضادات الحيويه او تطلع عوامل ضراوه للبكتيريا. بلازميد almost always carry one or more genes، عاده هذه البلازميدات تكون حاويه على جين واحد او اكثر من جين واحد. زين، and often these genes are responsible for a useful characteristics displayed by the host bacteria. يعني عادة هذه البلازميدات تكون في الغالب زين حاوية على جينات، هذه الجينات مسؤولة عن وظائف مفيدة، لمن؟ للهوست بكتيريا. زين شنو معنى الوظائف المفيدة؟ For example، على سبيل المثال، the ability to survive a normal toxic concentration of antibiotic. يعني عادة تكون هذه من هذه الوظائف على سبيل المثال انه القدرة على انه البكتيريا تعيش في يعني بيئة تكون حاوية على تراكيز عالية وسمية من الانتيبايتيك. طيب الانتيبايتيك هذا من يجي؟ تعرفون انه على سبيل المثال عندنا الامبسيلين اللي هو من جماعة البنسلينات، بشكل عام موجودة من الفطر، وبعض الأحيان في الطبيعة تنمو البكتيريا والفطر سوية، فيصير أكو تنافس بيناتهم، فالفطر شو يسوي؟ ينتج مادة مضاد حيوي حتى شنو؟ حتى يستفرد بالمادة الغذائية واحدة فيقتل كل أنواع البكتيريا اللي يكون دائما دائرة، وبعض الأحيان البكتيريا نفسها تنتج مضادات حياتية زين حتى تقتل باقي أنواع البكتيريا وحتى شنو تستفيد من الغذاء اللي موجود معها. فإذا كانت البكتيريا حاوية على بلازميد وهذا البلازميد حاوي على جين، هذا الجين ينتج لي بروتين يكسر المضاد الحيوي، تسمى في هذه الحالة الخلية شنو؟ مقاومة للمضاد الحيوي. ليش مقاومة للمضاد الحيوي؟ لأنه تقدر تعيش وسط هذا المضاد الحيوي. يعني لما تأخذ الأنتيبايتيك، ما يأثر، ما يقتلها. على سبيل المثال عندنا الكلورامفينوكول نوع من أنواع المضادات الحيوية، أمبسيلين نوع من المضادات الحيوية، وهي هذا طبعا هذه أنواع قديمة من الأنتيبايتيك، الآن أكو أنواع أحدث كثيرة. So for example the ability to survive يعني القدرة على المعيشة in normal toxic concentration of antibiotics such as chloramphenicol or ampicillin. طيب الكلام اللي بقى هو مثل ما تكلمت عنه. In the laboratory يعني بالمختبر antibiotic resistance is often used as a selectable marker to ensure that bacterium in culture containing particular plasmid. طيب هذه الملاحظة شوية نأجلها بعد شرح الملاحظة، بعد شرح هذا الرسم راح نتكلم عن هذا السطرين اللي تكلمنا عنهم. Most plasmids عادة معظم البلازميدات possess يعني تمتلك at least على الأقل one DNA sequence that act on as an origin of replication. البلازميد عادة هو عبارة عن قطعة DNA، قد تحوي على آلاف من التسلسلات النيتروجينية. ضمن هذا التسلسل أكو فالتسلسل يعني مثلا مكون من A, T, G, C إلى آخره، اللي هو من أربع قواعد نيتروجينية اللي هي شرحناها الأدينين، الثايمين، الجوانين، السيتوسين. أكو سيكونس معين، السيكونس معناه تسلسل، سيكونس معين هذا السيكونس يسموه origin of replication. إذا هذا السيكونس ما موجود ضمن البلازميد، البلازميد ما يقدر يتضاعف. إذا جبت لك بالامتحان شنو الـ origin of replication، تقول يا بالـ origin of replication هو عبارة عن DNA sequence يكون أساسي حتى البلازميد يضعف. So it is a DNA sequence that present in plasmids which allow plasmid to multiply within cells
independently of the main bacterial chromosome. يعني شنو independently of the main؟ يعني يضاعف بشكل مستقل عن تضاعف الجينوميك دي ان اي. يعني لما يضاعف هذا ما له شغله، ما يتداخلها، هذا يضاعف على كتر، هذا يضاعف على كتر، ما يحتاج واحد ما يحتاج الثاني حتى يضاعفه، فيسموه بشكل مستقل. زين. The smaller plasmid make use of the host cell's own DNA replicative enzyme in order to make copies of themselves. Whereas some of the largest ones carry genes that code for a special enzyme that are specific for plasmid replication. يقول عادة بعض الأحيان البلازميدات الصغيرة زين تستخدم الإنزيمات اللي موجودة بالخلية، الإنزيمات العامة اللي تنتج من الإنزيمات، لأن إحنا نعرف الإنزيم هو عبارة عن بروتين، فكل بروتين ينتج من DNA، فالبروتين اللي ينتج من الكروموسوم أو DNA زين اللي هي إنزيمات تستخدم هذه البلازميدات حتى تضعف. هاي وين؟ بالبلازميدات الصغار. يقول إنه البلازميدات الصغار smaller plasmids make use تستخدم the host cell's own DNA replicative enzymes، يعني إنزيمات التضاعف DNA الخاصة بالخلية، الخلية اللي تمتلكها، in order to make copies of themselves حتى تضاعف، حتى تسوي شنو؟ نسخ من 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 نفسها. Whereas بينما some of the large one، يعني بالنسبة للبلازميدات اللي تكون حجمها كبير، carry genes تحوى على جينات خاصة بها، هاي الجينات هي تنتج بروتينات حتى تضاعفها، يعني ما لها شغلة بمن؟ بالبروتينات اللي تنتج من كروموسومال دي ان اي. زين، هذا بالنسبة لهذه الملحوظة. اذا جبت لك نوع، عندك نوعين من البلازميدات، البلازميدات الصغار حتى تضاعف تعتمد على يمن؟ على الانزيمات اللي تكون موجودة بالخلية، بينما البلازميدات الكبار من تنتج، من تضاعف العفو، تضاعف باستخدام انزيمات تنتج من البلازميد، يعني البلازميد نفسه ينتج انزيمات، هذه الانزيمات مسؤولة عن تضاعف البلازميد. زين. A few type of plasmid are also able to replicate by inserting themselves into the bacterial chromosome. عندنا بعض انواع مثل ما قلنا معظم انواع البلازميدات تضاعف بشكل مستقل، تضاعف وحده، ما لها شغلة بيمن بالكروموسوم، بكتيريال كروموسومز، يعني الجينوميك دي ان اي مالت الكروموسوم. اكو بعض انواع البلازميدات لا، شو يسوي؟ يدمج نفسه ويا من؟ ويا البلازميد، ولما تتضاعف الخلية راح يتضاعف الجينوميك دي ان اي فيتضاعف وياه وبعدين يطلع من عندها. هذا النوع شو نسميه؟ يسموه انتجريتد بلازميد، البلازميدات المدمجة تدمج نفسها. زين؟ These integrative plasmid، يعني هذه البلازميدات اللي تندمج يسموها عادة إبيسوم. خاف يجيك مصطلح شنو الإبيسوم، تقول لي هو عبارة عن بلازميد يندمج ويا من الكروموسوم مات البكتيريا وبعدين يضاعف، لما يضاعف الكروموسوم مات البكتيريا أثناء تضاعف الخلية البكتيرية. These integrative plasmids or episomes may stable maintain in this form through numerous cell division but always at some stage exit as independent element. يقول انه معظم الاحيان هذه البلازميدات تكون عاده تندمج زين وتاخذ لها في جيل جيلين، يعني البكتيريا تضعف جيل جيلين، هي مدمجه، بس اول وتالي لازم يستقل عنه. ليش؟ لان هو جزء الدي ان اي خاصه بنفسها. الآن إحنا خلصنا من هذا الكلام، وخلصنا من هذا الكلام، نرجع لهذا السطرين اللي قلت لكم بعد الكلام هذا أتطرق إليه. يقول عادة بالمختبر antibiotic resistance is often used as a selectable marker to ensure that bacteria in culture contain a particular plasmid. طيب على سبيل المثال لما نرجع لهذه الخطوة الأولى اللي شرحناها، العفو، هذا البلازميد لما دخلت للبكتيريا، قد على سبيل المثال هذه البكتيريا حاوية هي على بلازميد خاص بها، أنا أريد هذا البلازميد وحده هو اللي أنميه. زين شو أسوي بهاي الحالة؟ أو على سبيل المثال هاي البكتيريا أني زين دخلت لها البلازميد وأثناء ما نميتها إجاني تلوث، إجاني contamination زين، ونمت بكتيريا ثانية ما بها بلازميدات وراح يدمر الشغل كله من أول إلى نهايته. زين شو أسوي؟ احنا قلنا كل بلازميد لابد يكون حاوي على جين مقاوم لمضاد حيوي. على سبيل المثال هذا البلازميد عندنا مقاوم بجين مقاوم للامبسلين، شو اسوي؟ مو دخلته داخل البكتيريا، مو راح انمي البكتيريا، يعني على وسط سائل بروث، اخلي بالوسط السائل الانتيبايتيك اللي يتقاومه،
على سبيل المثال هنا امبسيلين اخلي بالوسط الزرع امبسيلين. زين ليش؟ لان هذه البكتيريا اللي يحاوي على البلازميد اللي يحاوي على جيني امبسيلين عندها عادي راح تنمو بشكل طبيعي. بس البكتيريا اللي تجيني اثناء التلوث 99% ما بيها حاوي على البلازميد، وهذا البلازميد قد يقاوم الامبسيلين، خصوصا بالطبيعه، بالطبيعه معظمها يكون ما حاوي على البلازميدات. فبالتالي بهذه الحاله يسموها سيلكتبل ماركر. زين بمعنى انه فد عامل يكون سيلكتيف اختياري اخلي البكتيريا تنمو بس بهذه الطريقه. فبالتالي بهذه الحاله انا راح امنع التلوث. زين راح امنع التلوث، فهنا هذا هو المقصود باخر سطرين. طيب ننتقل الى خاصيه اخرى من خواص البلازميد اللي هو السايز اند كابي نمبر. هسه السايز احنا تكلمنا عنه، قلنا انه 10000 كيلو بيسبر، انه يفضل انه يكون حجمه 10000 كيلو بيسبر، يعني معناها قصير. زين الكوبي نمبر شنو؟ الكوبي نمبر قبل ما نتكلم عن الموجود بالسلايد خلينا نرجع للسلايد الاول. الكوبي نمبر انه البلازميد بعض الاحيان احنا مو قلنا انه البلازميد اكو بي فد سيكونس معين، وهذا السيكونس سميناه اوريجين اوف ريبليكيشن، وقلنا انه هذا الاوريجين اوف ريبليكيشن اساسي حتى يتضاعف هذا البلازميد. زين بعض انواع البلازميدات لما يتضاعف يتضاعف باعداد كبيره جدا، بعض انواع البلازميدات من يتضاعف يتضاعف باعداد قليله. طبعا بالهندسه الوراثيه انا ايش احتاج؟ احتاج دائما البلازميد اللي يتضاعف بكميه كبيره. ليش؟ حتى يزداد الجين بداخله، حتى انه الخليه الوحده تنتج لي اكبر كميه من البروتين اللي الجين هذا اللي انا دخلته يشفر ذاك البروتين. فهذا المقصود بالكوبي نمبر. اخاف يجيك شنو معنى الكوبي نمبر؟ هذا هو المقصود فيه. نجي نشوف ايش مكتوب بالسلايد. يقول the size and copy number of plasmid are particularly important، يعني انه size معناه انه الحجم، والcopy number معناه انه الاعداد مالت مالت البلازميد are particularly important، تكون مهمه بشكل خاص. As far as cloning is concerned، اذا احنا ردنا نشتغل بالعمليه الكلونه لازم نخلي ببالنا شغلتين، size مالت البلازميد والcopy number. جيد. We have already mentioned the relevance of plasmid size and started that less than 10 kilobase is desirable for cloning vector. احنا اول وتالي لما قبل شويه شرحنا mentioned احنا we have already mentioned يعني قبل شويه شرحنا بالسلايدات السابقه انه البلازميد عاده من المفضل يكون حجمه ايش قد 10000 قاعده نيتروجينيه لغرض عمليه الكلونه. Plasmid range from about 1 كيلو بيسبر يعني من 1000 الى اصغر من 250000. زين ها البلازميدات عاده موجوده بالطبيعه، بعضها يكون جدا صغير يعني بعضها يكون حجمه 1 كيلو بيسبر، وبعضها تكون اصلا كبيره جدا حتى اكثر من 250000 قاعده نيتروجينيه. وعندك هذا التيبل هنا يوضح لك، على سبيل المثال هذا بلازميد اسمه BUC9. زين ايش قد عدد الكيلو بيسبر؟ 2.1 كيلو بيسبر يعني 2100. ايش قد وزنه؟ هذا بالدالتون. زين هذا سمكم مطلوب ما مطلوب عندكم. منو مصدره؟ مصدره الايكولا. على سبيل المثال اكو عندنا سيدوموناس بكتيريا اسمها سيدوموناس بيوتيديا. هذا السيدوموناس بيها بلازميد يسموه تول. ايش قد الكيلو بيسبر؟ 1117 كيلو بيسبر. زين وهكذا. فالبلازميدات تختلف باحجامها وتختلف بأعدادها. طبعا هذا الجدول ما مطلوب من حضراتكم لانه مستحيل تحفظ الارقام وهي. زين فالمطلوب من حضراتكم هو الكلام بشكل عام، فهذا الجدول ما مطالبين حضراتكم به يعني لا تحفظه، فقط للاطلاع. زين the copy numbers يعني الكوبي نمبر اللي تكلمنا عنه اللي هو عدد النسخ خلينا نسميه reverse يشير to the number of molecules of an individual plasmid، يشير الى عدد جزيئات البلازميد اللي قبل شوي تكلمنا عنه، يعني يشير الى عدد البلازميد، كميه البلازميد اللي موجوده داخل من بداخل سنجل بكتيريا يعني داخل خليه البكتيريه الواحده. The factors يعني العوامل that control copy number are not well understood. زين شنو اللي يخلي بعض البلازميدات تضاعف بكميه كبيره؟ شنو اللي يخلي بعض البلازميدات تضاعف بكميه قليله؟ يعني تشوف واحد البلازميدات بداخل الخليه الواحده عدده داخل الخليه الواحده بالالاف،
واحد عدده بالمئات، واحد ربما 50-60 قطعة. شنو العوامل اللي تأثر على هاي؟ العوامل غير مفهومة، يعني لحد الآن العلماء ما توصلوا بالضبط إلى أنه شنو العوامل الأساسية. Some plasmids، بعض البلازميدات، especially the large one، خصوصا البلازميدات الكبيرة بالحجم، عادة تميل إلى أنه تكون عادة low copy number. زين، low copy number. بعض الأحيان يكون مثلا بالخلية الكاملة بها بس نسختين، two bare cells، يعني بس قطعتين بلازميد بالخلية الواحدة. هاي بالنسبة للبلازميدات الكبار. شي يسموها، نسميها stringent، هذه البلازميدات الكبيرة الحجم اللي تكون أعدادها قليلة نسميها stringent. زين، فإذا جبت لك شنو الفرق بين السترانجند وبين الريلاكس بلازميد، قل السترانجند يكون أعداد، يكون عادة كبير بالحجم ويكون عادة متواجد بداخل الخلية بأعداد قليلة جدا. بعض بلازميدات أخرى يسموها ريلاكس بلازميد، بلازميدات المرتاحة نسميها ريلاكس. زين، شنو هذا الريلاكس؟ هذه عادة تكون موجودة بالخلية الواحدة بعدد حدود 50 قطعة بالخلية الواحدة. زين، فيكون أعدادها كثيرة بالخلية الواحدة 50. طبعا انت لما تنمي مزرعه بكتيريه بها بكتيريا هوايه قد توصل اعداد الخلايا البكتيريه بالمليارات. General speaking، لما يعني نتكلم بشكل عام، a useful cloning vector need to be present in the cell in multiple copies so that large quantities of the recombinant DNA molecules can be obtained. هذا مثل ما قلت لكم انه اني a useful cloning vector، يعني الفيكتور البلازميد اللي أنا استفاد من عنده بعملية الكلونة، عادة أريد أن يكون يتضاعف بداخل الخلية بعدد كبير جدا. فلذلك دائما أختار الريلاكست بلازميد. ليش؟ حتى يصير عندي عدد أكبر من البلازميدات، حتى أكبر عدد من الجين مات يكون موجود داخل البلازميد، حتى أكبر كمية من البروتين ينتج. زين، حتى أكبر كمية من البروتين ينتج. Although plasmids are widespread in bacteria، على الرغم من أنه البلازميدات تكون منتشرة بكمية كبيرة جدا بالبكتيريا، they are by no means as common in other organisms. يعني البلازميدات مو فقط موجودة في البكتيريا، موجودة في كائنات أخرى. The best characterized eukaryotic، ربما ما تصدقون إذا قلت لكم أنه بعض خلايا الإيوكاريوتيك تكون حاوية عليا على البلازميد. هتقول لي زين، منو هاي الخلايا حقيقية النواة اللي هي مو خلايا بدائية مو بكتيرية تكون حاوية على البلازميدات؟ عندنا نوع من أنواع الخمائر. الخمائر هي شنو؟ هي عبارة عن خلايا حقيقية النواة، اللي هي على سبيل المثال خميرة الخبز ساكاروميسيس سيرفيسيا. هاي الساكاروميسيس سيرفيسيا عادة تكون حاوية على البلازميد، وهذا البلازميد يسموه 2 ميكرومتر سيركل. زين، اسمه 2 ميكرومتر سيركل. However، على الرغم من ذلك، the search for plasmid in other eukaryotes such as filamentous fungi, plant animals has proven disappointing. الأبحاث كلها إنه حاولت إنه مثلا على سبيل المثال هل أكو مثلا في الفيلامنتوس فانجاي اللي هي الفطريات الخيطية أو بالنباتات أو بالحيوانات خلايا أكو بلازميد. جميع الابحاث disappointing. disappointing يعني مخيب الامل، يعني معناها ما انت يعني ما توصلوا الى انه اكو خلايا غير خلايا ليست تكون حاويه على البلازميد وهي خلايا حقيقيه النواه. اذا خلايا حقيقيه النواه عاده فقط الليست عندنا مكتشف انه تكون حاويه على البلازميد، اما البقيه فتكون غير حاويه على البلازميد. السجستشن يقول شنو؟ يقول انه الهاير اورجانيزمز الكائنات الراقيه سمبلي بشكل بسيط دو نوت هاربور، ما تحوي على بلازميد داخل خلاياها. طيب عندي الان بلازميد، وهذا البلازميد موجود بداخل الخليه وانا دخلته، اريد اخلي البلازميد، طبعا ما اتوقع انه غير بس 3 سلات، اريد اخلي البلازميد يتضاعف بنسبه كبيره داخل الخليه. زين، ليش؟ لأنه احنا ذكرنا انه البلازميد كل ما زاد داخل الخلية البكتيرية كل ما افضل. طيب انا عندي بلازميد استخدمه بخمسين قطعة، بس انا اريد اخلي الخمسين قطعة هاي تصير 1000 قطعة مثلا، او مثلا عندي بلازميد موجود بعشرين قطعة على سبيل المثال. هذا هنا عندي هاي خلية بكتيرية، هذا كروموسومال دي ان اي،
وهاي البلازميدات، هاي البلازميدات 20 بلازميد، كل بلازميد حاوى على الجين اللي انا دخلته. طيب انا اريد انتج كميه كبيره جدا من البروتينات، اقدر مثلا بعمليه مختبريه اخلي الخليه بدل ما تحوى على 20 قطعه بلازميد تحوى على 1000 قطعه بلازميد. زين، بالتالي بدال ما مثلا انمي مثلا 5 فلاسكات، انمي فلاسك واحد من البكتيريا ويعطيني ناتج من البروتين بالنهايه، يعني بعد عمليه التنقيه، بناتج مشابه لفلاسك واحد. اقدر، لانه اذا كثرت البلازميد معناه كثرت البروتين، لان مثل ما قلنا البلازميد يكون حاوي على الجين، والجين بعد عمليه الترانسكريبشن الاستنساخ يتحول الى ار ان اي، وبعد من الار ان اي الى بروتين، وبالتالي الخليه تكون تصنع كميه كبيره من البروتين اللي انا اريدها تصنعه. اقدر اسوي هيك شيء؟ اقدر اخلي الخليه البكتيريه تتضاعف في البلازميد؟ اي اقدر. شلون؟ بس راح نشوف. يقول عادة، اللي هو طبعا هذا الموضوع مالتنا، بلازميد امبليفيكيشن، تضاعف البلازميد. Preparation of plasmid DNA can be hindered by the fact that plasmid make up only small proportion of the total DNA in the bacterial cells. يقول عملية يعني ال preparation يعني تحضير البلازميد قد تعاق، زين، تعاق عملية يعني عملية تضاعفها. ليش؟ لأنه اكو فاكت، عندنا حقيقة تقول انه هذه الحقيقة انه البلازميدات حجمها مقارنة بحجم الـ DNA الكلي بداخل الخلية يكون عادة قليل. The yield of DNA، معناه كمية الـ DNA الناتجة from a bacterium culture may be therefore disappointingly low، تكون عادة مخيبة للآمال بالظروف الطبيعية، حتى وإن كان البروتين يعني عفوا حتى لو كان البلازميد أعداده لا بأس بها، بس مع ذلك يبقى كميته قليلة ويبقى شنو؟ مخيب للآمال، disappointingly. Plasmid amplification، بالتالي إذا أني إذا عندي طريقة إنه أزود بها أضاعف البلازميد، amplification معناها تضاعف، offers توفر لي a means of increasing this yield، يعني راح توفر لي فد وسيلة أزود بها إنتاج البلازميد. شلون هذا يتم العملية؟ راح نتكلم عنها. The aim of amplification، الهدف من عملية التضاعف، is to increase the copy number of plasmid، حتى أزود العدد من 20 إلى 1000 مثل ما قلنا. Some multiply copy plasmid، some multi copy plasmid، those with the copy number of 20 or more، يعني يقول بعض البلازميدات اللي عادة يكون لها القدرة على التضاعف بشكل متعدد، اللي على سبيل المثال 20 قطعة، have the useful property of being able to replicate in the absence of protein synthesis. زين، شوي انتبهوا لي في هاي المسألة. احنا عندنا هنا الخلية البكتيرية تنتج مرة انزيمات، على سبيل المثال البكتيريا تريد كبسول، الكبسول عبارة عن بروتين، فتنتج بروتينات داخل الخلية والبروتين يطلع خارج الخلية ويصير على شكل كبسول. بعض الأحيان البكتيريا تفرز مثلا انزيمات سامة، بعض الأحيان إنزيمات حالة. من تجي هذه الإنزيمات؟ معظمها، بعض الأحيان حتى تتضاعف تحتاج إنزيمات. من تجي هذه الإنزيمات؟ تجي معظمها من الجينوميك دي إن إيه. خوش. إذا الخلية أنتجت بروتيناتها بالشكل الطبيعي، شو راح تسوي؟ البلازميدات راح تتضاعف بكمية طبيعية. ولكن إذا وقفنا عملية إنتاج معظم البروتينات من الكروموسومال دي إن إيه، الخليه اوتوماتيكيا راح تزود عدد البلازميدات. وصلت الفكره؟ زين. يقول انه البلازميدات اللي تكون اعدادها حدود مثلا 20 بلازميد، زين، عندها هاف ذا يوزفل بروبرتي، يعني تمتلك صفه جيده، سوري، اوف بينج ايبل، تكون قادره تو ريبليكيت على التضاعف، يعني البلازميد يكون قادر على التضاعف بكميه كبيره. In the absence of protein synthesis، لما تتوقف عملية صناعة البروتينات من الجينوميك دي ان ايه. This contrast with the main bacterial chromosome، يعني عملية إنتاج البروتينات من المين bacterial chromosome، يعني الكروموسوم البكتيري الأساسي، which cannot replicate under this condition، البكتيريا إذا توقف بها عملية صناعة البروتينات بعد ما تقدر تتضاعف. بس اللي يصير شنو؟ راح تزود عدد البلازميدات، وهذا كلش زين بشغلنا احنا، احنا هندسه وراثيه نريد نكثر البلازميدات. This property، معنى انه هذا الصفه can be utilized، نقدر احنا نستخدمها during the growth of bacteria culture for plasmid DNA amplification، نقدر نستخدم هذه الصفه زين
لما ننمي الخلية البكتيرية، والغرض من تنمية الخلية البكتيرية هو زيادة كمية الـ DNA، تضاعف البلازميد. After a satisfactory cell density has been reached، بعد ما يعني المزرعة البكتيرية أنا حضرتها وكمية البكتيريا وصلت إلى الـ density، معناها أنه الكثافة اللي أنا أريدها، إيش أسوي؟ أضيف مادة inhibitor of protein synthesis، أضيف مادة تثبط صناعة البروتين. على سبيل المثال شنو هاي المادة؟ كلورامفينكول. كلورامفينكول هو عبارة عن مضاد حيوي. شو يسوي؟ لما يدخل بداخل البكتيريا يوقف صناعة البروتينات. إذا كان تركيزه كلش عالي راح يقتل البكتيريا، أنا ما أريد تركيز عالي، أريد تركيز قليل. زين، هذا التركيز القليل شو يخلي؟ ما يقتل البكتيريا بس يوقف شنو؟ صناعة البروتين من الكروموسوم او DNA. فإذا خليت كمية قليلة من البلازميد، العفو الخلية البكتيرية، ويا كمية قليلة من الكلورامفينوكول، راح تضعف، راح يضعف البلازميد. ليش؟ لأنه الخلية ما تصنع بروتين، فيصير عندها طاقة. زين، وبشكل وبآخر تزيد النسخ مات البلازميدات. زين، فالعملية ببساطة انه بعد ما انميه اضيف inhibitor of protein synthesis، يعني مادة مثبطة لصناعة عملية البروتينات، اللي هي شنو؟ هي مادة كلورامفينوكول. وبعد ذلك اسوي عملية تحضين للخلية البكتيرية، الخلايا يعني المزرعة البكتيرية مالتي، اللي هي انا خالها بدورق بسائل لمدة 12 ساعة. بعد هذه ال 12 ساعة during this time the plasmid molecules continue to replicate، راح يستمر بعملية التضاعف. Even though chromosome replication and cell division are blocked، يعني على الرغم من انه الخلية ما راح تتضاعف، زين، والكروموسومال دي ان اي ايضا ما راح يتضاعف، بس البلازميد راح يتضاعف. وصلت الفكرة؟ زين. The result is that plasmid copy number of several thousand may be attained، يعني العملية اللي ينتج لي من ناتج هذه العملية انه راح احصل على several thousands، يعني العديد من يعني آلاف من النسخ البلازميد. Amplification is therefore a very efficient way of increasing the yield of multi-copy plasmid. بالتالي عملية التضاعف بهذه الطريقة راح توفر لي ناتج كبير جدا من هذه البلازميدات. إذا هذا الحكي كله وهذا الشريحة كلها ألخصها بالتالي، إنه أنا أريد أزود عدد البلازميد. زين، شلون أزوده؟ مجرد أخذ البكتيريا أضيف لها مادة تثبط إنتاج البروتينات اللي تنتج من الكروموسومال. لما راح أثبط هذه إيش راح يصير؟ الخلية ما راح تضعف، الخلية ما تقدر تقوم بوظائف معينة، وهذا راح يسمح للبلازميدات إنه تضعف، فراح تضعف البلازميدات. ليش أنا أريد أضعف البلازميدات؟ ذكرنا بالسلايد الأول قلنا إنه كل ما البلازميدات تزود كل ما عملية إنتاج البروتينات بعدين تزود. يعني بعد ما ضعف البلازميد بعد ذلك أخلي البكتيريا تنمو براحتها. زين، أنقلها مثلا على سبيل المثال أو أخفف الوسط بحيث أقلل تركيز كلورامفينوكول وأسمح للبلازميد يحول لي الجين مالتي إلى بروتين وينتج لي كمية كبيرة من البروتينات. زين، سؤال. أنا بالبداية قلنا جبنا إحنا طبعا لأني آخر سلايدين، قلنا إنه بالبداية إنه يعني لو نرجع للسلايد الأول، هذا البلازميد أصله ومصدر من جايبيه؟ جايبيه من بكتيريا سابقا، مستخلصين من بكتيريا. لابد انه نعرج ونشوف انه شلون انا اقدر استخلص البلازميد من البكتيريا. يعني السؤال لو يجيك الان، السؤال يقول كالتالي: انت عندك بلازميد بداخل الخلية البكتيرية وعندك كروموسوم DNA، شلون تعزل البلازميدات من داخل الخلية بدون ما يصير عندي تلوث ويا الكروموسوم؟ يعني لما اعزل بالنهايه اعزل تيست تيوب حاويه فقط على البلازميدات بدون اي ماده دي ان اي كروموسومال دي ان اي، لان اذا اكو صار عندي تلوث بين بلازميد وبين كروموسومال دي ان اي هاي العمليه ما اقدر اسويها. فبالتالي لازم استخلص بس بلازميد من البكتيريا اللي موجوده بالطبيعه. اول خطوه لازم اسويها هو انه استخلص بلازميد من بكتيريا موجوده بالطبيعه، وبعدين اعود الصق لها الجين اللي اريده. طيب سؤال، أنا لما طلعت هذا البلازميد من الخلية شلون راح أطلع هذا البلازميد وحده بدون ما أكو تلوث ويا من؟ ويا الجينوميك دي ان اي مات البكتيريا. لأنه إذا صار عندي أي تلوث بالجينوميك دي ان اي ويا البلازميد هاي الخطوة ما أقدر أسويها. هسا ليش؟ بعدين أعود أشرحها بالمحاضرات القادمة. هذه هي الطريقة اللي راح نتكلم عنها اللي هو الـ preparation of plasmid DNA.
يعني عملية تحضير الDNA البلازميدي. Purification of plasmids from culture of bacteria. Purification of plasmids from culture of bacteria يعني عملية تنقية البلازميدات from culture of bacteria بالمزرعة بكتيرية يتطلب involves يعني يتطلب growing a culture of cells and liquid media. إذا أول شيء شو أسوي؟ آخذ بكتيريا زين؟ هذه البكتيريا أنا متأكد إنها تكون حاوية على البلازميد اللي أنا بدي استخلصه لأن أدري بيها مقاومة للمضاد حيوي مثلا. أول شيء آخذها مثلا من طبق زين؟ بتري ديش حاوي على ميديا آخذها وأنميها وين؟ بسائل liquid media يعني آخذها من الطبق زين واخليها وين ببروث هاي اول شيء بعدين اخليها تنمو بهذا البروث ويصير البروث اللي عندي غير رائق زين تربد عكر يعني نام يبي بكتيريا بعد ذلك ايش اسوي هارفستنج احصد البكتيريا شلون احصد البكتيريا اسوي سنترفيوج اخذ هذا يعني السائل مات البكتيريا اللي موجود بالدوره اضيفه بتيست تيوب وبعدين بالتيست تيوب ادخله بسنترفيوج واخر شيء اتخلص من الراشح ويبقى لي الراسب، الراسب هو خلايا بكتيريا فيسموها حصد هارفستنج. بعد ذلك اند سيل اكستراكت بريبريشن، بعد ذلك استخلص من عند البلازميد. زين. بعد ذلك اخذ هذه الخلايا البكتيريه اللي صارت عندي بالراسب اكسرها هسه شلون اكسرها بمواد كيميائيه وبعد ذلك لما اكسرها استخلص من عند البلازميد. زين. The protein and RNA are removed. إحنا نعرف إنه الخلية البكتيرية حاوية على RNA، حاوية على DNA، حاوية على بروتينات. أنا إيش أريد؟ أريد بس الDNA. أريد بس الDNA وأريد بس البلازميد. فأول خطوة أسويها أزيل شكو بروتين وشكو RNA. يعني ما أريد هذني. And the DNA probably concentrated by ethanol precipitation. يقول انه بعد ما انت يعني بعد ما انه كسرنا الخليه وبعد ما تخلصنا من البروتين وتخلصنا من الار ان اي طبعا بمواد كيميائيه معينه لازم انه لما استخلص الدي ان اي اركزه شلون اركزه بطريقه يسموها الترسيب بالايثانول كحول اضيف كحول على السائل مالتك يترسب الدي ان اي يعني اذا عندك دي ان اي موجود وعندك كحول زين عادة الـ DNA جزئية الـ DNA تترسب زين بالكحول. However, there is an important distinction between plasmid purification and the preparation of total cell DNA. لازم ننتبه إنه أكو عندنا صفات معينة زين يعني لازم نوصل إلى فكرة إنه لما أنا راح أركز أرسب الـ DNA بالإيثانول راح يترسب الكروموسوم أو DNA. الجينومك دي ان اي مالت البكتيريا وكذلك البلازميدات. زين السؤال هو انه شلون افصل البلازميد عن الكروموسومال دي ان اي؟ لان قلنا انه الكروموسومال دي ان اي مالت البكتيريا اذا 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 صار ويا البلازميد ما اقدر اسوي كلونه، هذا هو السؤال اللي اريد اساله. زين عندنا هناك طريقتين يعني separating يعني عمليه فصل The two types of DNA يعني عملية فصل البلازميد عن الجينومك DNA can be very difficult يكون جدا عملية صعبة but is nonetheless essential if the plasmid are able to be used as cloning vector يعني عملية فصل الDNA اللي هو البلازميد عن الDNA اللي هو الجينومك DNA عملية جدا صعبة ولكن مع ذلك هي عملية جدا مهمة لمن حتى أسوي عملية الكلونة زين ليش؟ لأنه the presence of the smallest amount of contaminating bacterial DNA in a gene cloning experiment can be easily lead to undesirable result. بمعنى أنه إذا هذا الفيكتور اللي شرحنا عليه بالسلايد الأول إذا هذا الفيكتور شوية تلوث بمادة كروموسومال DNA يعني إجت شوية مادة كروموسومال DNA من الخلية أثناء عملية تحضيره وبعدين لما إجيت أضيف هذه الفراغمنت المن إلى البلازميد سشلون هذا بالمحاضرات الجاية نشرحها زين إذا أكو شوية عندي تلوث بالكروموسوم الدي إن إيه هاي الخطوات كلها ما تصير ومو بس ما تصير راح تدمر للشغل وقد أنا إذا طالب مثلا باحث
بالهندسة الوراثية كل شغلي يتدمر، أقضي أشهر بالتجارب وبالأخير ما يطلع لي بروتين. فلذلك من الأساس جدا عملية فصل الكروموسوم عن البلازميد. زين undesirable result معناه أنه نتائج يعطيني نتائج غير مرغوب بها. fortunately لحسن الحظ several methods عندنا هناك طرق عديدة are available هي متاحة for removal of bacterial DNA. لما تجيك كلمة bacterial DNA بالمحاضرة يعني أقصد بها genomic DNA مات البكتيريا، يعني أقصد بها الكروموسومال DNA مات البكتيريا، يعني أقصد بها مو البلازميد، أقصد بها DNA العادي. فشو يقول هنا؟ يقول هنا عندنا كثير من الطرق المتاحة اللي عن طريقها أقدر أفصل البلازميد عن من؟ عن الجينوميك دي ان اي. شنو هاي الطرق؟ راح نتطرق فقط إلى طريقة واحدة. زين وباقي الطرق ما راح نشرحها، طبعا العام الماضي أنا كل الطرق قطعتها، هذه المحاضرة هالسنة لا، راح أعطيكم فقط طريقة واحدة لأنه ما مطالبين أنتوا خصوصا مع هذه الظروف الصعبة. الكلاين دي ناتشوريشن is a kind of separation on the basis of conformation. زين حتى نفهم هذا الكلام لازم نشرح بالبداية كل هذه التجربة ونفهم هذا الكلام يلا. بشكل عام أنا راح أشرح لكم إياها بشكل بسيط جدا وبعدين راح ندخل بتفاصيلها. عندنا هنا خلي نفرض إنه طبعا البلازميد بالشكل الطبيعي ما موجود بشكل دائري وإنما يسموه سوبر كويلد. شلون السبرينج؟ شلون السبرينج لو زين لكونه البلازميد يلتف على نفسه فيصير اخر شيء مثل السبرينج. زين والجينوميك دي ان اي عاده الجينوميك دي ان اي اللي هو هذا شكله وفي الحقيقه ما موجود يجي وانما مخلبص على بعضه، خلينا نقول بشكل لينير دي ان اي، خلينا نقول انه هذا اللينير دي ان اي هو الكروموسومال دي ان اي وهذا السبرينج هو البلازميد. طبعا مثل ما قلنا انه بالداخل البكتيريا ما موجود هيك البلازميد وإنما موجود بهذا الشكل يشبه مثل السبرينج. زين الطريقة البسيطة لعملية الفصل هي كالتالي. هذا البلازميد إذا أخذنا يعني إذا فصلنا الـ DNA ويعني كسرنا الخلية بالبداية وبعد ما كسرنا الخلية أخذنا الراشح الخلوي والراشح الخلوي حاول قلنا على بروتين و DNA و RNA وقلنا انه تخلصنا من البروتين والار ان اي، بقى عندي بالسائل ماتي اخر شيء بس دي ان اي وهذا الدي ان اي حاوي فقط على بلازميد وجينوميك دي ان اي. طيب شلون اني افصل هذين الاثنين عن بعضهم البعض؟ اثنيناتهم دي ان اي. اكو فد صفه معينه جميله زين راح نلاحظها انه تلعب دور اساسي. زين اذا هذا السائل اللي يكون حاوي على الدي ان اي خلينا له ماده قاعديه pH 12 أو 12.5، إيش راح يصير؟ البلازميد راح يبقى محافظ على نفسه بس الكروموسومال دي ان اي راح ينفتح، الشريطين راح ينفتحن لأنه احنا نعرف انه الدي ان اي هو عبارة عن شريطين مع بعضهم البعض ملتصقات بأواصر هيدروجينية أدينين ويا الثايمين جوانين ويا السيتوسين. بالنسبة للجينوميك دي ان اي مالت البكتيريا زين بالدرجة الحموضة القاعدية ينفتح هذا الشريط عن هذا الشريط، هاي بالنص هاي أواصر هيدروجينية فيصير عندي هيج بمن بالدرجة الحموضة القاعدية. زين البلازميد لا يبقى محافظ على نفسه، فأنا شو أسوي؟ أخذ الخلية بالبداية، أخذ العفو الراشح اللي حاوي على المزيج مات الدي إن إيه وأضيف له مادة قاعدية على سبيل المثال NaOH اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. زين وبعد ذلك زين بعد ذلك ايش اسوي؟ راح ايش راح يصير لما راح ضفت له الماده القاعديه؟ راح يصير ديناتشوريشن وين؟ بالكروموسومال دي ان اي بالجينوميك دي ان اي مال الخليه بس البلازميد يبقى محافظ على نفسه. بعد ذلك ايش اسوي؟ اضيف ماده ثانيه يعني حامض واحول القاعديه لمن؟ الى متعادل بي اتش 7. فايش راح يصير؟ لكونه راح يصير اكو متعادل المفروض الشريطين يرجعن سويه بس ما راح يرجعن سويه. ليش؟ لان الدي ان اي كلش كبير فما راح يلحق يرجع بشكل الطبيعي، ما راح يلحق يرتبط بشكل الطبيعي. فايش راح يصير؟ راح يتخلبص على بعض البعض، راح يترسب، راسا راح ينزل يترسب. اسوي سنترفيوج، لما اسوي سنترفيوج بالتيست تيوب طبعا يعني هذا كله طبعا هذا بالتيست تيوب. زين لما اسوي سنترفيوج زين الدي ان اي هذا اللي يتخلبص على بعض البعض راح يترسب
والبلازميد راح يبقى موجود بالرائق، اخذ الرائق واترك الراسب. الرائق يكون حاوي فقط على البلازميد، هذا الرائق اللي انا اخذته استخدمه وين؟ بهاي التجربه باول خطوه. زين نرجع للسلايد مالتنا الاخير. فهنا عندنا بعد ما شرحنا هذه بشكل بسيط خلينا نجي للعنوان نشوفه. يقول الكلاين ديناتوريشن، معناه انه عمليه نسخ الدي ان اي باستخدام ماده قاعديه. اذا كايند هو نوع من انواع سيبريشن، عمليه الفصل ما بين البلازميدات. اون ذا بيسز اوف كونفورميشن، اعتمادا على شكل الدي ان اي، لكونه هذا الشكل حلزوني ما راح يتاثر بالحموضه والقاعديه، لكونه هذا الشكل لا مو حلزوني الدي ان اي مالتنا لانه لينير صاير فراح يتاثر شكله، فالكونفورميشن معناه الشكل. زين يقول خلينا نجي نشوف شنو المكتوب هنا. يقول the basis of this technique، عفوا طبعا هذا الفيجر رقم 5، خاف واحد يدور على الفيجر رقم 5، هذا الفيجر رقم 5. The basis of this technique، يعني الاساس مات هذه التقنيه، is that، يعني هي there is a narrow pH range، هناك اكو رينج مال pH. لما نقول رينج مال pH يعني نقول مثلا من 5 الى 7، هذا نسميه رينج، من 7 الى 9 نسميه رينج. فيقول اكو narrow pH range، يعني اكو فد رينج متقارب، at which بهذا الرينج المتقارب non super coiled DNA is denatured. ال DNA اللي مو super coiled، يعني البلازميد super coiled. super coiled يعني ملفوف كلش على نفسه، يسموه super coiled. فالبلازميد اللي يكون مو super coiled زين يصير بيه عملية denaturation. يعني على سبيل المثال ال DNA هذا حتى يكون مستقر يكون برينج من 7 إلى 8 يكون طبيعي، فوق الثمانية بشوية رأسين يصير بيه denaturation. زين فيقول where super cold plasmid are not، بينما super cold plasmid لا يتحمل pH عالية pH ناصية حتى حامضية يتحمل. if sodium hydroxide is added، إذا ضفنا مادة NaOH اللي هي مادة قاعدية اللي هي sodium hydroxide to the cell extract اللي هو or cleared lysate، يعني العصير الخلوي، احنا بالبداية مو قلنا نكسر الخلايا فيطلع من عندها عصير خلوي، يعني السيتوبلازم والDNA والبروتينات هذا كله نسميه. إذا ضفنا هذا الـ NaOH إلمن إلى العصير الخلوي the pH is adjusted to 12 إلى 12، يعني 12 to 12.5، الـ pH راح ترتفع إلى 12 إلى يعني إلى درجة 12، بينما هو بالسيتوبلازم إيش قد الـ pH؟ الـ pH 7، بس لكون احنا ضفنا صوديوم هيدروكسيد راح ترتفع درجة الـ pH. then the hydrogen bonding in non-super coiled DNA is broken، القواعد الهيدروجينيه وين؟ بالدي ان اي اللي مو سوبر كويلد يعني بالجينوم دي ان اي راح تتكسر بهاي البي اتش. causing the double helix to unwind، بالتالي عندنا مو هنا الدبل هيليكس، مو عندنا شريطين راح ينفتحن راح يصيرن لينير. to unwind يعني ينفتحن. and then two polynucleotide chain to separate، بالتالي هذن لما ينفتحن القواعد الهيدروجين راح ينفصل هذا الشريط عن هذا الشريط. If acid is now added، إذا ضفنا مادة حامضية الآن، these denatured bacterial DNA strand re-aggregate into tangled mass، معنى أنه هذه قطعة الشريطين بين الـ DNA راح يحاولن يرجعن لنفسهن، بس ما راح يرجعن، ليش؟ لأنه ما راح يلحقن، فراح يصير عملية ارتباط عشوائي، ولما يصير عملية ارتباط عشوائي راح يترسب. The insoluble network، معنى أنه هاي الشبكة اللي هي مو ذائبة، لانه قلنا هاي ما راح تصير، لانه لكونه ما اخذت شكلها الطبيعي ما رجعت مثل هذا الشكل الطبيعي فراح تصير مو ذائبه. The insoluble network can be built by centrifuge، يعني اقدر اني ارسبها، هذه يسموه بلت، زين ارسبها بمن؟ بالسنترفيوج، بس اسويها بالسنترفيوج، هذا راح يبقى موجود بالسائل البلازميد، هذا راح يترسب. زين leaving plasmid DNA in the supernatant، يعني راح تترك من البلازميد وين؟ بالسوبرناتنت اللي هو الراشح. An addition advantage of this procedure is that under some circumstances، يعني فائدة أخرى أيضا لهذه الطريقة، تحت نفس الظروف زين تحت نفس هذه الظروف most of the protein and RNA also become insoluble، سعفنا من هذه القوسين بعدين راح نشرحها. Most of the protein and RNA also become insoluble and can be removed by the centrifuge step. طيب احنا مو ذكرنا قبل شويه قلنا انه اول خطوه لازم نتخلص من البروتينات والار ان اي بحيث اخر شيء
يصير عندي بس دي ان اي قبل ما استخدم هذه الطريقه. حتى لو ما فصلت البروتين والار ان اي، بمجرد ما اضيف الصوديوم هيدروكسيد وترتفع البي اتش، حتى لو عندي تلوث بالسامبل اكو بي بروتين اكو بي ار ان اي، حتى البروتين والار ان اي همات راح يترسب وراح يصير هنا بالاسفل. زين، هذا السطر بين قوسين سبيسيفيكلي سيلايزز باي اس دي اس اند نيوتراليزيشن وذ سوديوم اسيتيت حذفوه، ما مطلوب من حضراتكم. زين، further purification by organic extraction or column chromatography may therefore not be needed if the alkaline denaturation method is used. هذا ما تتأثر البقية ما تحذفوها، ما مطلوب من حضراتكم. هذا لحد هنا ننتهي بالمحاضرة. أتمنى أنه من حضراتكم أنه وصلت الفكرة مات المحاضرة. إذا أي سؤال عند حضراتكم أنا برسم الخدمة، مجرد أنه ادخل على المنتدى اللي موجود بالمودل واترك سؤالك، وأنا سأكون إن شاء الله سعيد بالإجابة. أتمنى من حضراتكم أنه تدخلون هذه المحاضرة، وأتمنى أنه أثرتكم علميا هذه المحاضرة إلى نوعا ما. شكرا جزيلا لإصغائكم. أنا محدثكم دكتور بسام، أستودعكم الله وأخراكم.